تعالوا لوردات البتنجان بقى بالبطاطس الرائعه جدا جدا جدا. هنحتاج فيها ايه؟ هنحتاج فيها بتنجان يكون حلقات تكون نفس الحجم يكون مشوي بالشكل ده. عندنا كمان هنا بطاطس متقطعه رفيع خالص على قد ما نقدر يعني رفنطوعه نهائيا. عندي جزر حلقات بس برضو رفيعه. ليمون يكون متقطع حلقات. شوربه بتاعتي حلوه جدا وغنيه جدا زي ما انا قلت لكم عليها، عصير ليمون. عندي روزماري فريش وعندي زعتر ملح وفلفل اسود. طيب يلا بينا هنعمل ايه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم نعمل كام ورد. تمام، هاخد مثلا في كل واحده. طيب شفتوا الورده عامله ازاي؟ اهي هنعمل هنا ورده ثانيه. الاول خليني انا، بصوا انا البطاطس والجزر عندي مسلوقين، البتنجان مشوي. تمام، بس عشان ايه نبقى متفقين. نعمل ورده كمان هنا، نعملها على طول بدل ما نفضل نشيل. اهو 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 اهو، يعني بصوا وصفات حلوه جدا ورائعه وتجنن بجد، تجنن شكلها حلو جدا اهو. على طول بصي زي الطاجن، نفس فكره الطاجن يعني، وننزلها. شكرا. طيب اهو الوردات بتاعتي بالشكل ده، نكتفي بدول. ناخد ايه؟ الوك بتاعي سخن جدا وهقول لك على البسبوسه برضو نعملها ازاي. الوك بتاعي سخن حلو جدا، نقطه من الزيت بسيطه خالص. حلو، عندي هنا قبل اي حاجه الزعتر مع الزيت عشان يديني الريحه، والروزماري ازود شويه زعتر كمان، وانزل بالكريمه. بسم الله اهو. حلو، الجزر البطاطس مسلوقين عندي، بعد كده بقطعهم واحط شويه شوربه، بسيط جدا مش كتير، انا هاخد اللي هيكفيني على حسب الوردات اللي انتوا هتعملوها. حلو، هنزل بالليمون بتاعي، ما تقلقيش مش هيقطع معاكي، انزلي بالليمون بيديكي طعم حلو جدا. ملح، فلفل اسود، وبقى معانا الموضوع لطيف جدا، فلفل اسود ونزود شويه ملح، وما ننساش انه في ليمون اصلا. هنا اهو كده، ونقلب. هخليه يغلي حلو جدا، هيتقل مع نفسه، انا مش مكتره كتير فهتلاقوه تقل مع نفسه. طبعا احنا عاملين وردات، الوردات ليها فروع وليها اغصان وليها حاجات ومحتاجات، فاحنا ايه هنلعب كده مع بعض. احنا عايزين طبق يبقى شكله حلو، يعني قلت برضو خلينا ما ننساش شكل الطبق الحلو في الوصفات بتاعتنا اهو. كان نفسي طبعا اعمل اكتر من كده، ونعمل ليه ما نعمل صح، نعمل كده اهو اهو. هيفضل لي السلايز الليمون ده، تصدقوا ممكن نزين بيه. لسه هعمل هنا كريمه على فكره، بس عشان تبقوا بس فاهمين الدنيا، احنا لسه قدامنا شويتين. طيب انا هسيب الكريمه بتاعتي تغلي وهقعد العب هنا في الليمون، بس عايزه اوريكم هنعمله ازاي. الاول خليني عايزه اخد ربع الاول كده، وربع وربع، ايوه نقطعها على اربعه. كده، وناخد كم واحده. الكريمه بتاعتي كمان جهزت، اللي لازم تبقى معايا مرافقه للوردتين ضروري جدا، وانا بقدمها لازم احطها، او ممكن احطهم في صينيه مثلا زي صينيه بيتزا. خلينا نقفل النار، صينيه بيتزا ونقوم حاطين كل حاجه. ننزل بقى الحاجات الحلوه بتاعنا. بصوا بقى هننزل بالصوص بتاعنا بالشكل ده على الكريمه، وده ضروري جدا انكم تنزلوا بيه بالراحه بالشكل ده اهو.